السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه. النهارده نكهتنا خاصه ومعانا كمان الدكتوره روعه اخصائيه التغذيه. مرحبا بيكي. مساء الخير عليك يا شيف. مساء الخير على كل مشاهدينك خاصه. ان شاء الله يا رب اللي نكهه خاصه تكون خاصه جدا بوجود الشيف محمد وبابداعاته دايما بتحفنا بيها. طيب يا شيف ورينا اللي انت هتعمل لنا شنو النهارده؟ طبعا عاملين لهم حلو الاوريو كريمه خفيفه كده حلو في الكاسات. هناكله بسكويت الاوريو. تمام. وهنعمل مع بعض سلطه العدس الاسود او العدس بجبه زي ما بنقول. معانا مكرونه بالدجاج والطماطم، ومعانا بكاتا اللي هي شرايح الفراخ معموله بس بصوص خفيف كده مع الخيار المخلل. تمام. صوص حلو ان شاء الله هيكون هيعجبكم كتير ان شاء الله. طيب هنبدا باي واحد فيهم؟ احنا هنبتدي اول حاجه طبعا بالحلو افضل عشان هياخد وقت شويه في الثلاجه يبرد. طبعا. وبعد كده هنبتدي نعمل مع بعض البكاتا والمكرونه والسلطه. اوكي. هنشوف مع بعض مكونات حلو الاوريو ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا لكم تاني وحاليا الشيف محمد بيخوض في الكريمه. دي كريمه الخفق اللي احنا بنشتريها جاهزه من المحلات دي ببودره، بنضربها طبعا زي ما اتفقنا بلبن او ميه بتلج عشان تجيب معاكي كميه اكبر، وهتبقى بالشكل ده كده بعد ما نضربها. اوكي. تمام. بعد كده احنا هنكون مجهزين معانا كوبايه سكر. ممكن تضيف على حسب كميه السكر اللي انت بتحبها طبعا. سكر بودره يا ريت يكون مسحون، لان الكريمه طبعا فيها نسبه سكر، الاوريو. أيوة. فيه نسبه سكر فما نحاولش نكتر منها كتير. تمام. ومعانا في اظرف صغيره بتتباع بتاعه القهوه الجاهزه او النسكافيه. أيوة. او ممكن الكاكاو او ممكن من الاوريو نفسه تحطيه. طبعا. بيديك اللون البراون اللي هو اللون البني الفاتح. ايوه. تمام. هنضيف معاها ديت، وهنكون مجهزين معانا برده ميه سخنه. تمام. القهوة طبعا فوائد كثيرة. أول حاجة إن هي بتساعد إن الذاكرة بتاعت الإنسان تقوى، وكمان في نفس الوقت فيها غنية بالمضادات بتاعت الأكسدة. ممكن كمان نديها للناس اللي بيكون عندهم شهيتهم فاتحة زيادة، ممكن يتناول القهوة لأن فيها مواد بتساعد إنه الشهية بتاعتك تتقفل وما تتناول كميات كبيرة من الطعام. إن شاء الله دكتورة كده تكون بالشكل ده كده. ممكن تغمقي اللون زي ما انت عاوزاه بالكاكاو زي ما اتفقنا، او النسكافيه معلقه النسكافيه مع الكريمه. ده هي بتسيب طبعا الكريمه لما تكون عامله الفوم بتسيب معاكي بعد كده، لكن لما تحطيها شويه في الثلاجه بتبرد. احنا طبعا في ارضيه الكاسات دي، استاذنك يا دكتوره، في الكاسات هنجيب بسكويت الاوريو كده، نكسر واحده ونخلي واحده فوق. هنعملها بعد ما بعد ما الكريمه دي تبرد في الثلاجه. تمام. هنضيف فيها الكريمه دي، نقطع واحده تحت، وهي هتتمزج مع المكونات دلوقتي اللي احنا عاملينها. حضرتك شايفها يا دكتوره كده؟ الكريمه دي هتمسك تاني في الثلاجه، يعني احنا نلاحظ ان الكريمه دي هتمسك معاكي تاني في الثلاجه لما تحطيها تبرد شويه، عشان كده احنا عملناها الاول عشان الحاجه تجمد. تمام. تمام. بيبقى شكله بالطريقه دي. ممكن تغمقيه زي ما اتفقنا، وممكن تعمليه عشان طبعا طعم الاوريو بيكسر معاك، مش عاوزين نضيع طعمه بالكاكاو الكتير. ايوه. تمام. هناخده طبعا نحطه في الثلاجه شويه. ممكن استعمله بالكاكاو عادي بدل النسكافيه او القهوه. ممكن الكاكاو، ممكن نستعمله عادي ابيض لو في ناس ما بتحبه، وممكن الناس تكسر فيه البسكويت نفسه تطحنه برده مع الكريمه بيديكي برده طعم ولون برده. تمام. طيب يعني دي تحلية او حاجة احنا ممكن نعملها بكذا نكهة على حسب الحاجة احنا بنفضلها. ده كده الحلو بتاع النهاردة عملناه بسكويت الاوريو.
هنيجي مع الطبق الثاني هنعمل مع بعض البكاتا. عاوزين نشوف البكاتا او شرايح الدجاج اللي هي معموله النهارده مع الصوص مع الخيار المخلل. هنشوف مع بعض مكونات البكاتا ونرجع مع بعض مره ثانيه. انتظروا. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه مع شرائح الدجاج او البكاتا بالصوص. طبعا هنعملها مع الخيار المخلل النهارده. ايوه ممكن تقطعين خيار كده حلوين من ايديك تروحي مخللاهم زي ما وريناكم طريقه التخليل ازاي، وبعد كده تروحي مقطعاهم شرائح صغيره زي دي كده. طبعا. او ممكن تقطعي شرائح عرضيه اي شكل انت بتحبيه، مكعبات على حسب الكميه اللي انت بتحبيها طبعا. تمام. والصدور الدجاج او الفرخه اللي احنا جايبينها هنقطع منها الشرائح بتكون رفيعه الطريقه دي. تمام. او لو لقيتي صدر كبير مثلا ممكن تقطعيه شرايح وتدقيه بالمدق زي ما احنا كنا عملناه قبل كده مع اللحمه. تمام. والفيليه بتاع الدجاج نفسه بنبتدي نقطعه كده مكعبات صغيره عشان احنا نعمله مع المكرونه. يبقى احنا كده هنستغل الفراخ دي في طبقين، في طبقين مع معانا في الصوص. دي هنقطعها مكعبات صغيره مع المكرونه هنخليها دلوقتي، وهنعمل مع بعض البكاتا دلوقتي. تمام. هنحط هنا ملح وفلفل بسيط. حاليا تعتبر الفراخ بتاعتنا مصدر للبروتين فقط لانه ما فيها نسبه بتاع الدهون، الدهون اللي فيها 1% يعني حاجه لا تذكر خالص، فحاليا هي كده تعتبر مصدر بتاع بروتينات. ان شاء الله يا دكتوره. وابتدي اقلبها ملح وفلفل كده تتبيله خفيفه. احاول ما ازودش نسبه الملح عشان طبعا. الخيار طبعا فيه املاح وعصير الليمون برضه هيديك الحموضه. فما نحاولش نزودها كتير عشان تبقى طعمها حلو. نقلبيها كده تمزجيها كويس لحد ما تشرب الملح والفلفل بتاعها. تمام. بعد كده هنكون حاطين طوا طبعا على النار زي ما اتفقنا، تكون طوا سخنه الطاسه بتاعتنا كده اي نوع اذا كانت العاديه او ديت مفيش مشكله ممكن تعمليها. وبعد كده بنجهز الدقيق ونعمله فيها دقيق خفيف ما بيتعمل زي البانيه يعني، حاجه بسيطه دقيق خفيف جدا. تمام. كمان الليله الوصفه بتاعت شيف محمد فيها الليمون. الليمون طبعا يعني الدراسات الجديده اثبتت انه هو بيساعد في التخلص من الام المفاصل بالنسبه للناس اللي بيعانوا من الام المفاصل. ممكن نجيب الليمونه هي ذاتها اقطعها شرايح واخدها في مويه تكون زي الديتوكسيك، المياه بتاعت الديتوكسيك، فممكن الزول يستعملها يشرب منها طوالي. الحاجه دي بتساعد على تخفيف الالم بتاع المفاصل. شايفين بس دقيق خفيف. تمام. ما بديها دقيق كتير عشان هي ما فيها ماده طبعا ما هتشرب دقيق كتير. انا عاوزها بس تاخد اللون بتاعها ونطلعها كده. طيب عندنا اتصال من فتحيه من مدني. مساء الخير عليك يا فتحيه. الو. اهلا بك فتحيه، كيفك؟ كويسه؟ الو. ايوه يا فتحيه سامعيني. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك يا فتحيه؟ كويسه؟ السلام عليكم. كيف ابراهيم محمد؟ كيف؟ الله يخليك، تسلمي يا رب. ان شاء الله كويسين. الحمد لله. انا سعيده جدا بالبرنامج بتاعكم. تسلمي كثير، احنا لا سعيده بيكي. جدا بالبرنامج. واحنا سعيدين بيكي والله. الله يخليك. تفضلي. تفضلي يا فتحيه سامعينك. الحمد لله. شيخ محمد، تفضلي. عايزه اعمل استفاده، عملت شربه الشوفان والكبسه. شربة. انا عملتها بالخضار لكن ما طلعت لي حلوه. الشوربه؟ اي. طيب خلاص ماشي، احنا نعمل لك الشوفان. على فكره الشوفان انت يعني مش عاوز اقول لك فوائده كتيره عامله زي الدكتوره طبعا تفيدك اكتر مني. فانت فعلا لما بتعمليه شوربه وندخله في الحلويات وندخله في السلطات كل حاجه، لكن احنا ان شاء الله هنعمل لك حلقه كامله عن الشوفان واعمل لك شوربه الشوفان برضه. بس انت حاولي، الشوفان طبعا بيتشرب يعني، حاولي نسبه الميه اللي انت بتحطيها او الشوربه تكون كتيره، لان طبعا كل ما بيقعد شويه كل ما بيشرب اكتر.
يعني حجمه بيزيد يعني 3 اضعاف، عشان كده بيتماسك معاك شويه. شكرا لك يا فتحيه. نشكر فتحية على اتصالها بينا، وان شاء الله دايما تكوني متواصلة معنا يا فتحية. طيب يا شيف، انت حاليا بعد الزيت عملت كمان فيه زبدة، حتة زبدة صغيرة عشان انا عاوز لونه يكون بني فاتح كده شوية. طبعا دي حاجة كويسة للناس اللي عايزين يزيدوا وزنه. طبعا دكتوره انا في نفس الماده ديت الدهنيه اللي احنا بنعملها هنعمل فيها البصله برده، هنعمل فيها التومه، وبعدين ننزل تاني بالبكاتا. يعني دي لسه بنديها تشويحه خفيفه كده، وبعدين نطلعها ننزل بالبصل والتومه والحاجات المكونات بتاعتنا، وبعد كده ننزلها تاني نديها شويه ميه صغيرين عشان الدقيق ده هيربط معاك هيبقى عامل زي الصوص. تمام تمام. طب يعني انت لو نزلت البصل معاه ما يمكن تكون النكهه احلى؟ ممكن، بس احنا عاوزينها، بس احنا مش هنسويها كلها، احنا بس حضرتك عاوزينها تطلع اللون ده كده. تمام، يعني هي مش هتكون استوت، احنا بس عاوزين لونها يطلع عشان الدقيق ما يتحرك معاه. ما هي بتكون خدت النكهه خلاص بتاعت الزبده ونكهه الدقيق استوى، بعد كده احنا ممكن نقدر نستغلها وننزل البصله والثوم مع بعض عشان ناخد الطعم الاحسن فيها. زي ما بيقول ايه، النكهه الخاصه بتاعتها يعني. كمان اليوم هنستعمل الطماطم. الطماطم غنيه جدا بمادة البيكتين اللي هي بتساعد، بتكون تعتبر نوع من انواع مضادات الاكسدة، وهي كمان هي والبيتا كاروتين اللي هم فيها هم اللي بيدوا الطماطم اللون الاحمر، بيساعدوا كثير في الناس اللي عندهم سرطانات، بيساعدهم في انهم يكافحوا المرض، وحتى للناس اللي ما عندهم بيبقى لهم كمان وقاية. يعني انا بخليها تاخد لون بس كده، تمام، بعد كده هطلعها نزل بيت الكمية الزبدة. طبعا يا دكتورة زي ما حضرتك شايفاها مديها نكهة كده، بتدي نكهة كمان. ايوه، هي دي النكهات اللي بتخلي تفتح الشهية طبعا للأكل، بنخليها دايما. احنا بنحاول نستعمل الزبدة في الحاجات ديت عشان بتكون خفيفة برضو شوية عن أو هي أو الزيت. لو ما عندك ممكن تحط زيت، بس ممكن كمان تخطى بدلهم سمنة، ممكن السمنة بسيط. تمام، بس طبعا عشان الزبده لوحدها ما بتقدري عشان ما تتحرق في في النار. طبعا لازم تحطي معاها ماده ثانيه، يا زيت يا سمنه. طيب عندنا اتصال ثاني من رحاب من الفاشر. مساء الخير عليك يا رحاب. الو، السلام عليكم. مساء الخير. عليكم السلام. مساء الورد عليك، كيف انت؟ كويسه الحمد لله، تسلم كثير، وبحييكم على البرنامج الرائع كمان. تسلمي كثير، شكرا لك. الله يخليك، تفضلي. بس عاوزه اعرف يا دكتوره الاطعمه اللي ممكن تفيد ناس الحصاوي. ناس الحصاوي، تمام. عندك سؤال ثاني؟ وكمان عاوزه اسال الشيف. تفضلي. اهلين يا شيف محمد. اهلين بك يا استاذ رحاب. تسلم كثير. الله يخليك، تفضلي. يلا العجينه بتاعت السكر. تمام. لو عاوزه اعمل اللون ذهبي اضيف له اي لون من الالوان بتاعت الطعام؟ طيب، في لون داخل على الذهبي، بس انت طبعا لو ذهبي ما هيطلع معاه، هيديك اوف وايت. انت حاولي في الوان طبيعيه سايله، ما تحطي البودر، البودر ما هيديك اللون اللي انت عاوزاه. او في اسبراي، في اسبراي زي البودر كده بترشيه على العجينه بعد ما بتتعمل ابيض، لان هو مش هيديكي ابيض ناصع، مش هيديكي ذهبي فاتح. انت لما في الاسبراي ده الذهبي بترشيه على العجينه بعد ما بتتعمل. ايوه، وده افضل ليك عشان يديك اللون الذهبي احسن يعني. بخاخ كده صغير ورخيص، ما غالي كمان. ايوه بعرفه، خلاص ان شاء الله. تسلم كثير، تفضل. الله يسلمك، شكرا لك يا رحاب على اتصالك. رحاب بتسال من الناس اللي عندهم مشكله بتاعت حصاوي في الكلى، عايزه اطعمه تكون مفيده لهم. اول طعام بقول لك انه هو مفيد للناس اللي عندهم مشكله بتاعت حصاوي في الكلى، انهم يشربوا الشوفان. زي ما ذكرت يا شيف انه هو فوائد كثيره جدا. من الفوائد بتاعت الشوفان انه بيساعد على انه بنقي الكلى، تمام. ثاني حاجه انه هي ممكن كمان يغلو البقدونس ويتشرب، لانه برضه بيساعد على تفتيت الحصاوي، وكمان بيساعد في تنغيه الكلى. ان شاء الله دكتوره كده انا خلصت الكميه بقى كده بالشكل ده. كده احط شويه زيت صغيرين نبتدي في الصوص عشان نبتدي بقى نعمل الصوص بتاعها وننزلها فيها تاني. تمام، ننزل معاها معلقه بصل كده، نعمل
نعمل معاها فصين توم يديها نكهه حلوه. كده بالشكل ده. نبتدي نقلبها بالطريقه دي كده. شايفه يا دكتوره ريحه الزبده أيوة. مع الدقيق عشان احنا عاوزين اللون يطلع بني شويه. طبعا. ما عاوزينه فاتح. كمان الليلة عندي معلومة بالنسبة للسيدات خصيصا. أول حاجة كثير من السيدات أول ما يتقدم بهم العمر بيعانوا من المشكلة بتاعت التجاعيد، فأنا بنصحكم بتناول الفواكه الغنية بفيتامين سي لأنها بتعزز الكولاجين بتاع البشرة وبتخلي إنه البشرة حتى لو في تجاعيد حتظهر فيها بتظهر فيها متأخرة جدا. ودي حاجة من أنواع الوقاية من الآثار بتاعت الشيخوخة. إن شاء الله دكتورة كده أنا هبتدي أنزل تاني الدجاج زي ما شايفين. انا ما بسويش البصل كتير ولا الثوم، بديها بس تطلع ريحته حاجه بسيطه. بعد كده بنزل بالدجاج تاني معاه. تمام. نبتدي كده. معانا تليفون، معانا اتصال من الدندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ كويسه؟ الله يسلمك. كيفك استاذه سلمى؟ كيفك؟ كويسه؟ فقدنا الاتصال، راجع انك تعود الاتصال علينا على ارقام هواتفنا دائما بتكون ظاهره اسفل الشاشه او راسلينا عبر صفحتنا في الفيسبوك سودانيه 24 تي في. ان شاء الله دكتوره ابتدي زي ما اتفقنا الخيار، حتى الخيار المخلل بيخش معاهم في النار. نزله معاه كده. تمام. طبعا الدجاج من اسرع الحاجات اللي بتستوي بالذات لما بكون مقطعاه. أيوة. قطع صغيره ما بياخد وقت كتير. وابتدي اديها شويه ميه صغيرين. تمام. عشان الدقيق ده هيربط معاه هيعمل صوص اللي احنا عاوزينه معاه في النهايه. بيبقى صوص خفيف، يعني الدقيق ده بيربط بيبقى بيعمل صوص خفيف كده معاه. ممكن بقى دكتوره نديها كمان معلقه جوز الطيب بتديها ريحه حلوه. تمام. مع البكاتا بالذات. معلقه كده خفيفه. عصير الليمون طبعا احنا ما بنضيفه في الاول عشان طبعا زي ما حضرتك عارفه ان هو في الاول لو ابتدى مرحله السخونيه والغليان بيمرر الاكل، فاحنا بنحطه بعد ما بنطفي النار. طبعا. يعني بنحط صوص الليمون عشان يديك الحموضه مع الخيار طبعا بيديكي طعم مميز طبعا. تمام. مع البكاتا دي كده ونغطيها ونسيبها تستوي شويه. كمان من الحاجات اللي عاوزه متابعه. كمان يا دكتوره يعني ما بتاخد ما بتسيبها مره واحده. لازم كل شويه تقلبيها عشان الدقيق ما يمسك معاكي في الحله اللي انت بتعملي فيها. كمان كثير من الناس بيشتكوا من مشاكل في الذاكره، لكن هحكي لكم عنها ان شاء الله بس بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه في برنامجنا نكهه خاصه. ورجعنا ثاني يا دكتوره. خلصنا طبعا بالفاصل البكاتا وعملنا الحلو ودخلناه الثلاجه طبعا عشان يبرد شويه، بعدين هنوريكم هنزينه ازاي. وهنعمل دلوقتي مع بعض سلطة العدس. تمام. العدس طبعا زي ما اتفقنا احنا شرحناه قبل كده كذا مرة. العدس ده بنجيبه بننقعه شوية في مية عشان ننزل لو في شوايب فيه اتربة فيه حاجات زي دي. ننقعه شوية بعدين نغسله مرة وبعد كده نضيفه في مية سخنة معاه معلقة شمار ومعلقة ملح صغيرة. معلقة ملح ومعلقة شمار صغيرة ونكون مغسلينه كويس جدا وبعدين نحطه في مية سخنة ونسلقه. بيستوي طبعا. طبعا الشمار والملح ما بيخلي القشره الخارجيه تتقشر، يعني لو لاحظتوا ان هو زي ما هو بيشرب بيكون فيه قشره. ايوه. فاحنا لو حطيناه زياده عن اللازم في الميه بيستوي زياده عن اللازم، القشره دي بتروح خارجه فبيبقى العدس لوحده بره، فاحنا عاوزين نستفاد برضه يا دكتوره من القشره الخارجيه دي بتاعته. ليها فائده غذائيه ولا؟ طبعا اكيد اي حاجه اي خضار اي فواكه بنلقى انه القشره بتاعته اكيد فيها فائده، يعني احنا اي نعم بنتخلص منها لكن هي طبعا مفيده جدا. هسه مثلا عندنا العدس، العدس من الحاجات المفيده جدا للانسان لانها غنيه جدا بالبروتينات وتعتبر من البروتينات الطبيعيه اللي هي الجسم بيستفاد منها. بس المشكلة الوحيدة انه العدس ما بينفع مع كل الفئات. اكثر فئة ما بينفع معها العدس هم الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في الكلى، لانه للاسف البروتينات النباتية بتكون ثقيلة على الكلى فما بتقدر انه هي تكون شغالة الشغل بتاع اللي هي المفروض تشتغله.
غير كده انه هو بيساعد في انه بناء العضلات، وكمان برضه للناس اللي عندهم فقر دم برضه كمان مفيد لهم. يعني بنفيدهم كتير النهارده مع بعض ان شاء الله. طيب نشوف مكونات السلطه ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه مع سلطه العدس. تمام. طبعا هي سلطه خفيفه جدا يا دكتوره، احنا بنديها تطعيم خفيف بس شويه بصل بصلايه كده على حسب الكميه اللي انت بتعمليها، رميها ناعم، بعدين نكون مقطعين برده طماطم مكعبات، نحاول نقطع دايما الحاجات عشان تكون متناسقه مع بعض احجام متناسبه كده. ننزل معاها معلقتين شمار كده شمار، طبعا مع الليمون بيديكي برضو طعم حموضة. أيوة. احنا عاوزينها معلقة شطة كده، ونضيف الملح، ونضيف حاجة بسيطة بس فلفل أسود كده، نحط معاها فص ثوم. طبعا السلطه دي بالنسبه للناس اللي عاملين رجيم بتكون مناسبه جدا معاهم، خصوصا انه هي فيها الشطه والفلفل الاسود، الاثنين دول يعتبروا من البهارات اللي بتكون حارقه للسعرات الحراريه اللي بتكون زايده. فص ثوم كده، نحط معاها معلقه بقدونس، لو في عندك برضو معلقة نعناع خفيفة ممكن نضيف حاجة بسيطة كده، وعصير الليمون. طبعا النعناع مفيد جدا بالنسبة للناس اللي بيكون عندهم مشاكل في الشعب الهوائية، أو الناس اللي بيكون عندهم التهابات، لأنه بيساعد في توسيع الشعب الهوائية، بما إن هي بتكون مقبوضة كده زول ما قادر يتنفس، فبتساعد إنه يحصل لها ريلاكسيشن وإنه زول يقدر ياخد راحته في نفسه. إن شاء الله. كده دي المكونات كلها بتاعت السلطة. تمام. طيب عندنا اتصال يا شيف، مساء الخير. السلام عليكم. نضال، شكرا نضال ما سمعنا، تحاول معنا تاني الاستاذ نضال، يفضل الاتصال اتقطع. السلطه دي ممكن نضيف لها كمان ذره، ممكن نحط لها ذره، ممكن حبوب كامله، ممكن نحط لها فاصوليا، ذره، الفاصوليا الحمراء، فاصوليا بيضاء. أيوة. في سلطه بقوليات يا دكتوره ممكن نحط فيها كل البقوليات ديت، بتبقى طبعا زي ما حضرتك عارفه فايدتها عاليه جدا. ايوه كده خلاص المكونات كلها اتمزجت مع بعض كويس. يبقى استاذنك يا دكتوره في لين المركب ده. قبل الفاصل قلت لكم انه ان شاء الله هحكي لكم عن الحاجات اللي بتاثر في قوه الذاكره او بتؤدي لضعف الذاكره، التدخين، الكميات الكبيره من السكريات، كمان برضو الناس اللي بيكون عندهم نقص في فيتامين بي، الناس اللي بيكون طبيعي عندهم قلق وتوتر كتير، دي الحاجات اللي بتؤدي لضعف الذاكره. الحاجات اللي بتزلي وانه انا الذاكره بتاعتي تبقى قويه، ممكن اتناول الحاجات اللي بتكون غنيه بالاوميجا 3 اللي هي بتكون في الاسماك، او ممكن اتناولها كحبوب الاوميجا 3، بس انا ما اخذ منها كميات كبيره، لانه الاوميجا 3 في انه انا اخذت منها كميات كبيره بتشتغل لي عكس، بدل ما تساعد لي في انه انا اقوي الذاكره بتاعتي، للاسف ممكن تؤدي لضعفها زياده. ان شاء الله يا دكتوره.
ده النهارده دكتوره قلت لي حضرتك بتنفع مع الناس اللي عاوزين يسمنوا. أيوة. طبعا اكيد في ناس كتير عاوزه تسمن وفي ناس عاوزه تخس. احنا بنحاول كل يوم نعمل لهم اطباق تختلف شويه عشان في ناس طبعا ممكن ما تنفع معاهم الاطباق بتاعت النهارده دي تمام. اللي بيخسوا طبعا ما بياكلوها خالص. ها ياكلوا السلطه بتاعتنا اليوم. طيب عندنا اتصال من ام محمد من بحري. مساء الخير عليكم محمد. اهلا وسهلا يا دكتوره. سلام. كيفك؟ كويسه؟ الشيخ محمد اهلا بيك يا استاذ. الله يخليك. الله يسلمك. العافيه. اتفضلي. هو بجيب بقى يعني شهانه العكس بتاع كده. يلا عاوز اسال عن طبعا احنا بنستخدم السجوك الصناعي ده اللي حاسه موجود في السوق. تمام. غير حاجه يورينا ممكن نعمله في البيت بحاجه امنه بدون استخدام السجوك الصناعي. حاضر. يوم ان شاء الله هعمل لكم السجق ازاي تعمليه في البيت ان شاء الله بطريقه صحيه وتعمليه بلدي ان شاء الله. وهوريك الفرمة كمان بتاعت اللحمه ان شاء الله هتعمليها كيف. شكرا لك. الله يخليك. اتفضلي. الله يبارك فيك. الله يخليك. شكرا لك يا ام محمد على اتصالك. طبعا يا شيف الخيار الكالوري بتاعته حاجه ضئيله جدا، فاي زول حاب يضعف يتناول قدر ما يقدر من الخيار. كل ما يحس انه هو جيعان يتناول الخيار مع اي حاجه بسيطه او يملحه او ياكله مع الزبادي، فالحاجه دي ما بتزيد الوزن خالص. زي ما اتفقنا دكتوره طبعا العين بتاكل قبل البطن. احنا بنحاول نعمل الديكور التمام بتاع السفره او طبقك تقدميه بطريقه حلوه بيفتح الشهيه طبعا. للزياده انه احنا بدنا نحافظ على صحه القلب، نبعد اول حاجه من المنبهات، نبعد من الحاجات اللي بتكون دهونها كثيره برضه نبعد منها. كمان برضه ممكن نتناول الحاجات اللي هي بتكون فيها الياف كثير، الخضروات الفواكه نتناول منها كميات كبيره لانها هي بتحافظ على صحه القلب بتخليه انه صحي، وكمان ممارسه الرياضه ان شاء الله. دكتوره دي كده السلطه. تمام. تمام. كده بقى يا دكتوره على البكاتا شوف وصلت فين. هي ما بتاخد فتره طويله في النار صح؟ ما بتاخد فتره طويله طبعا. أيوة. احنا بنكون مشرحينها الدجاج ما بيستوي بسرعه، في نفس الوقت احنا حاطين له شويه ميه عشان تربط معاكي وتديكي طعم المخلل خيار مع الدجاج. طبق خفيف يا دكتوره ما بياخدش بالظبط زياده عن ربع ساعه قدامك. لو انت عملتيه بطريقه سريعه كده ما بياخدش، بتكون مجهزه حاجاتك ربع ساعه بالظبط في النار. أسي حاليا ريحته جميلة. ريحته طبعا مع المخلل والحموضة. أيوة. ولسه هنحط عصير الليمون كمان هيديله طعم مميز طبعا. هنعمل كمان معانا هنا طبق المكرونة. تمام. هنعمل طبعا زي ما اتفقنا جبنة الفليهات عشان نستفاد منها مع التقطيع اللي في الدجاج ده. أيوة. قطعناه مكعبات، سلقنا أي نوع مكرونة عندك في البيت. تمام. نكون مجهزين شوية طماطم بسيطة ومعلقة صلصة. ونبتدي دلوقتي نشوفها مع بعض، بس نشوف مع بعض مكونات طبق المكرونة ونرجع مع بعض مرة ثانية. شفنا دكتوره مكونات نوع مكرونه بيمشي مع طبق البكاتا، وممكن على فكره في نفس الصوص ده
نعمل برضو المكرونه معاه. يعني انت ما هتقدري تعملي المكرونه مع الصوص ده لوحده وصوص طماطم معاه، عاوزاه بصوص ابيض خفيف برضو. ممكن نضيفه مع البكاتا، تمام، في حله كبيره شويه وتضيفي معاها المكرونه ويبقى طبق ممتزج مع بعض يعني. تمام، نبتدي نفرم تومه كده، ننزل بشويه زيت. هنعملها طبعا بالثوم بس يا دكتور، ما هنضيف بصل لان احنا عاملين مع البكاتا، مع البكاتا شوية بصل. ايوه تمام، هنضيف حته زبده صغيره. هنضيف الثوم. الطريقه دي كده بس ريحه الثوم تطلع. تمام، هننزل معاها الطماطم. الطماطم اول. ممكن برضو في ناس ما بتحب ريحه وطعم الدجاج، يعني انت لو بتحبيه كده ممكن ينزل معاه مع الزبده والثوم كده، بتضيع لك طعم الدجاج تماما يعني. تمام، ممكن نجربها لهم برضو النهارده قبل الطماطم. احنا كنا هنعملها طبعا الطماطم والصلصه الاول، لكن ممكن نضيفها كده الاول. طيب كمان يا شيف، ممكن ان احنا عندنا انواع من الخضروات ما ينفع، او الفواكه برضو انه هو ما ينفع ان احنا ندخلها في الثلاجه، بسبب انه بتأدي لانه بتبوظ سريع، بيؤدي لتعفنه، حتى انه النضج بتاعها ما بتم. اول حاجه عندنا طماطم، عندنا الموز، الحاجات دي المفروض تكون قاعده في الثلاجه. البطيخ الا اذا هو يتفتح ممكن يخش الثلاجه، في ناس بيستعمل البطيخ حتى وهي قبل ما تتفتح تدخل الثلاجه، لا، الحاجه دي بتاثر في مستوى النضج بتاعها، فما المفروض انه يدخل الثلاجه. اي فاكهه عندها نواه كبيره زي المشمش، الخوخ، الحاجات دي برضه ما المفروض تحفظ في الثلاجه. المانجا كمان ما المفروض تحفظ في الثلاجه لانه النضج بتاعها ما بيكون تمام. ان شاء الله يا دكتوره. زي ما شايفين انا بسوي بس الفراخ مع الثوم، انا ما حطيت بصل. ممكن في ناس بتحب تحط البصل تحطه، ما فيش مشكله، بس انا عشان حاطط بصل مع البكاتا فمش عاوزين نعمل كله بصل النهارده. حاطين بصل كمان في السلطه، هنخلي دي خفيفه كده مع الثوم بس، خلي حاجه بسيطه. ايوه طبعا انا قبل كده الحلقات السابقه ذكرت فوائد البصل انه هو مفيد جدا ومهم جدا انه الزول يتناوله، بس حاليا احنا حاطينه في طبقين، قلت انه هو بيزيد الافراز بتاع الانسولين بالنسبه للناس اللي عندهم سكر، كمان بيساعد في الوقايه من التهاب العينين، بينقي كمان العيون. ان شاء الله دكتوره. كده ممكن اضيف الطماطم. تمام، طيب يا شيف نمشي نشوف البخارسه. بس معلقه الصلصه. تمام، نشوف الصفحه بتاعتنا يا دكتوره، نمشي نشوف البخارسه الاول. عندنا معانا الاستاذه الاء ابراهيم، ما شاء الله كفتة. عملت سجق طبعا مع صينيه. عامله كفته. تسلم يديك. كفته. ايوه تسلم يدك يا الاء، شكله جميل ما شاء الله. تسلم يديك يا استاذه الاء. الموناليزا عملت تورته شكلها جميل يا موناليزا، لونها كمان حلو، عملت اللون البينك مع الاناناس، ما شاء الله تسلم يديكي. ام تجاني عامله بيتزا، ما شاء الله تسلم ايديك يا ام تجاني، عملت بيتزا جميله ومقطعاها كمان، شكلها حلو، شكلها حلو شديد. تسلم يدي خضار. ام يارا حاله طبقات، الشكل بتاعه جميل جدا يا ام يارا، التخطيط كمان بدا. أيوة. ما شاء الله في التزيين بقى مبدعين يعني. مكرونه بالبشاميل شكلها تحميراتها حلوه وهي حتكون جميل. احلى لونها جميل وشكلها ما شاء الله برضه هيكون طعمها جميل برضه. عبد الله عامل سلطة اسود، تسلم يدك يا عبد الله. تسلم يدك يا استاذ عبد الله. من طلع عامله محشي، المحشي بتاعه اشكاله جميله، الوان كمان عامله محشي البصل. فيه والله. بنشكر كثير كل الراسلونة، وتسلم يدك يا من طلع المحشي بتاع البصل الجميل. ما شاء الله، هي كله ما شاء الله دكتوره، احجامه حلوه ومنسقاه. أيوة. ومقطعات قطعها حلوه، باين عليها فنانه يعني. بقى عندكم منافسين؟ خلاص بينافسونا في كل حاجه حتى الديكور كمان.
كده يا دكتوره كده الخلطه جاهزه. انا بكون سلقت المكرونه طبعا زي ما شرحنا قبل كده. أيوة. المكرونه بتسلقها في ميه سخنه، تحط معاها معلقه زيت، معلقه ملح عشان ما تلزق معاك، وفي نفس الوقت الملح بيساعدها في عمليه التسويه شويه. بعد ما تطلع تبرد عليها، لو انت مش هتستخدميها كلها تبرد عليها في ميه بارده جدا، وبعدين تديها شويه زيت عشان برده ما تمسك مع بعض وهي في الثلاجه. تيجي تطلعيها هتستخدميها كذا يوم، هتحطيها في الثلاجه تكون مجهزه ميه سخنه تنزليها فيها، وبعدين تنزليها في الطبق بتاعك. هنا عشان عاملينها طبعا مع طبق سخن هم محتاجين ميه معاها. تمام. ذكرت قبل كده ان المكرونه ما ممكن ان احنا نديها بالنسبه لناس السكر، ان ممكن نديها لهم لكن بكميات بسيطه، لانه المكرونه تعتبر من السكريات المعقده جدا اللي بيصعب على الجسم انه يهضمها بالنسبه لناس السكر. اما بالنسبه للناس اللي بيكونوا عاملين دايت او اي حاجه بالشكل ده، ممكن ان هم يتناولوا المكرونه بديل للعيش بديل للرز. طبعا في ريحان، نعناع، دي حاجات بتميز بالذات انواع الباستا او المكرونه. ايوه بتحطي لها معلقه ريحان ونعناع كده معاها عشان تديها طعم ونكهه حلوه جدا. النعناع بالذات بدي الاكل نكهه جميله. هو طبعا دكتوره مميز بالذات في الاطباق الايطالي اللي هي الباستات وانواع اللازانيا والمكرونات والبيتزا والحاجات دي، بيحبوا يستخدموا جدا الانواع الحاجات اللي بتطلع روايح او طعم حلو. ايوه طبعا من اهم الحاجات ديت الريحان، البيستو اللي بيقول عليه الانجليزي. ايوه بنعمله بزيت الزيتون او بنعمل معاه النعناع. طبعا دي اشهر الحاجات الموجوده في بالذات في الصوصات. يمكن النعناع طعمه احلى. النعناع طبعا عشان متوفر يعني. طب شوف كده هنخليها فتره برضو في النار ولا خلاص بعد كده؟ لا بالظبط 5 دقايق بس تسخن. تمام بعد كده نبتدي نطلعها. ممكن في الفتره دي يا دكتوره نشوف مع بعض الحلقه الحلو الكساب برضو. تمام اطباق اليوم دسمه جدا، قمه في الدسامه. هعيد واكرر للناس اللي بيسالوا كثير من حلقات لزياده الوزن، دي تعتبر حلقه لزياده الوزن. طيب ممكن يا شيف ندي الناس فاصل شويه ونجي راجع لهم ثاني ان شاء الله. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه. زي ما شفنا بالفصل احنا طلعنا طبعا يا دكتوره زي ما اتفقنا، زي ما شايفين احنا عملنا جزء بالكاكاو، جزء بالنسكافيه. بالنسكافيه بيطلع الوان طبعا زي ما انت عاوزه، ممكن تعمليه بالاوريو بيطلع لون ثاني، في حبيبات لونها اسود كده بتكون شكلها حلو برضو. احنا هنعملها دلوقتي وبعد كده نجيب بقى بسكوت ونكسره فوق على الوش كده بعد ما يكون جمد بالشكل ده عشان يتاكل، يبقى فيه محشي من جوه وفي نفس الوقت فوق. تمام زي ما شايفين اهو. شكلها حلو طبعا، وبعدين لما بتاكليها شايفين الكريمه بدات ماسكه خلاص، بجد جامده. ايوه اتمسكت خلاص، ما بتقع كده يعني. شايفين البسكويت برده محشي من جوه، سيبها شويه بس في الثلاجه بتبتدي تتماسك تاني. طبعا المعموله بالكاكاو، اصلا انا قبل كده ذكرت لكم فوائد الكاكاو والشوكولاته، انه بيعالج امراض القلب وكمان بيديك احساس بالسعاده. بالنسبه للناس اللي دايما بيكون عندهم قلق وتوتر بنصحهم انهم يتناولوا قطعه بتاعه شوكولاته، بس الشوكولاته المفروض تكون دارك يعني الشوكولاته السوداء، لانه هي اللي بتكون مفيده للجسم اكثر من النوع الثاني من الشوكولاته اللي هي بيكون داخل فيها الحليب السكر، فالحاجات دي هي اللي بتؤدي لانه زياده في الوزن. فعشان كده بقول لكم تناولوا دايما الشوكولاته بتكون سوداء اكثر. ان شاء الله دكتوره نديها كده على الشوكولاته كده برضو زي ما حضرتك قلت الشوكولاته داكنه. زينه خفيفه كده ممكن لو عندك. الورق ده على فكره يا جماعه الناس كتير بتسال عليه. أيوة. اسمه ورق ترانسفير، بيتباع ورخيص جدا. ممكن تعملي عليه اشكال صور اي حاجه انت عاوزاها بالكمبيوتر، بتتعمل بالوان صحيه. تمام بنزود لهم نسب الشوكولاته زي ما حضرتك قلت لهم عشان يرتاح اعصابهم زياده. اوكي
طيب يا شيف، ممكن بعد كده نمشي نشوف صفحتنا على الفيسبوك، اصدقائنا راسلونا وقالوا لنا شنو. عندنا اول رساله من ام عمر بتقول السلام عليكم منورين، ممكن وصفه اكل مناسب بالنسبه للناس المصابين بجرثومه المعده. يا ام علي، انا ذكرت قبل كده انه المفروض الناس اللي بيعانوا من جرثومه المعده ما يتناولوا الاطباق اللي هي بتكون فيها بهارات، البهارات اللي بتكون حامضه اللي فيها دهون كثيره، المنبهات، الحاجات دي يمتنعوا منها تماما. فيستحسن انه الاكل يكون مسلوق اكثر، وحتى البهارات اللي فيه تكون بهارات بنسبه بسيطه جدا. عندنا كمان تسنيم بتقول السلام عليكم شيف محمد ودكتورة روعة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، بسأل عن الجبنة الموزريلا في البيت وكمان عجينة السكر يا ريت تردوا علي. طيب يا شيف، هي بتسأل من ده تعمل موزريلا في البيت وكمان عايزة عجينة السكر في البيت. احنا شرحنا طبعا يا دكتورة قبل كده الجبنة الموزريلا مراحلها كتيرة وصعبة، عاوزة آليات عشان تقدري تطلعيها جبنة موزريلا في البيت. احنا ممكن نوريكم طريقة سهلة وبسيطة بس مش هتطلع لك بنفس الجودة اللي فيها، لأن هي بتحتاج لبن نوع معين، اللبن الماعز يعني. ايوه تمام، لان هو اللي بيبقى فيه العرق اللي احنا بنشوفه بتاع اللي الجبنه. أيوة. بتمط كده معاكي. هو ده اللبن الوحيد اللي بيربط الحاجه دي. بس احنا برضو هنحاول نعمله لكم بطريقه سهله، ممكن تعمليه باليه بخلاط مثلا في البيت، وازاي تبقيه اللبن وتعمليه ازاي ان شاء الله هنعمله. تمام. طيب بالنسبه لعجينه السكر احنا شرحناها قبل كده، بس انا هحاول اعملها لهم لان هي ليها كذا طريقه. في عجينه بتتعمل بالمارشميلو، وفي عجينه بتتعمل بالعسل الجلوكوز، وفي عجينه من غير الاثنين. تمام. بتعمليها بس لازم تشوفيها قدام عينك عشان طريقتها صعبة شوية. طبعا. لأن أقل حاجة فيها ما بتقدر تفردها. طيب كمان عندنا روان بيقول السلام عليكم شيف محمد دكتورة روعة، أيوة أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، بسأل من قياس الأكواب والمعالق، هل هي أي كوب أو معلقة موجودة بالبيت ولا أي كوب وعندهم معالق وقياسات خاصة؟ طيب يا روان، هي بتسأل من القياسات. طبعا احنا كنيوتريشنست يعني بيكون عندنا قياسات خاصة، يعني عندنا كوباية بتدينا كده يعني كذا مل من الحاجة. تمام، حتى المعالق عندنا سايزات، اما بالنسبة للمطبخ فحخلي الشيف هو يحكم لك. طبعا دكتورة، في معايير بتتباع بلاستيك او ستيل بتبقى معمولة بمعيار الكوباية، في منها الكوباية وفي منها المعلقة، لكن احنا بنحاول نسهلها لكم. دايما اعمليها بكوبايه الشاي، هي يعتبر نفس معيار الكوبايه اللي انت بتعمليها، كوبايه الشاي العاديه، لان كل مره بنعمل بها المعجنات والحلويات والحاجات دي، الكوبايه اللي بتشربي بيها اهم حاجه تكون المعيار كله زي بعض. تمام. يعني هي اللي نفس الكوبايه اللي تعايري بيها الدقيق، الزيت، السمنه او الزبده، السكر، اي حاجه انت ممكن تعايريها بيها. تمام. عندنا كمان رساله من هاله بتقول السلام عليكم، مساء الخير دكتوره روعه والشيف محمد منورين، بسال من ناس القاوت الاكل المناسب معاهم والغير مناسب. طيب يا هاله، قبل كده ذكرت برضو انه الناس القاوت ما مفروض يتناول اللحوم الحمراء، الكبده، دي الحاجات اللي بيكون فيها نسبه اليوريك اسيد بتاعها بتكون عاليه، ودي الحاجه اللي هي بتاثر مع ناس القاوت. دايما نحاول نديهم حتى لو اديناهم نوع من انواع البروتينات الحيوانيه تكون اللحوم البيضاء اكثر حاجه، لانها هي ما بتاثر معهم تاثير سلبي. عندنا كمان احمد بيقول التحيه ومساء النور دكتوره روعه منوره والشيف محمد، البرنامج جميل جدا كل يوم معلومه في قمه الروعه مزيدا من الابداع، تسلم كثير يا احمد. عندنا كمان فاطمه بتقول السلام عليكم دكتوره روعه والشيف محمد، نشكركم كثير على البرنامج وحابه اسال الشيف من طريقه الكوردن بلو وكمان القطايف. طيب الكوردن بلو احنا زي ما اتفقنا، شفت شرق الدجاج اللي احنا جبناه النهارده ده، اذا كان صدور بتفتحيها. أيوة. بس ما بتفتحها للاخر، يعني ما بتخلص، بتفتحها كده تدقيها دقه خفيفه عشان تبقى قرص كبير معاكي، تحشيها الجبنه او المرتديلا او الخضار اللي انت عاوزاه، جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، اي نوع، وتبتدي تلفيها كويس او تطبقيها على اثنين، تضغطي عليها كويس بعدين تنزلي في الدقيق والبيض والبقسماط، تسيبيها فتره في الثلاجه زي ساعه او ساعتين عشان ما تفتح معاكي. لو هي صعبه معاكي شويه بتفتح، ممكن نجيب التوزبيكس الصغير الخشب. أيوة. الصغير بتاع الاسنان، وتبتدي تخيطيها كده زي الخياطه العاديه عشان ما تفتح منك في الزيت. تمام. كمان عندنا روبا بتقول منورين يا شيف محمد الدكتورة روعة، ويا ريت تعملوا لنا حلقه خاصه لمرضى القاوت والسكري. اتعملت حلقه خاصه لمرضى السكري الاسبوع الفات، لكن ان شاء الله الاسابيع القادمه ان شاء الله حنخصص لكم حلقات لناس القاوت. عندنا كمان فاطمه بتقول مساء الخير شيف محمد دكتورة روعة، ممكن وصفه اكل مناسبه للناس المصابه بجرثومه المعده. ذكرت قبل شويه انه ناس جرثومه المعده ما مفروض يتناولوا الاكل اللي بيكون فيه كثير من البهارات، ويحاولوا دائما الاكل يكون مسلوق، وكمان الاكل الدسم جدا برضه ما مفروض يتناولوه. برضه الحاجات اللي بتكون منبهات
اللي بيكون فيها نسبة الكافيين عالية، الشاي القهوة ما المفروض تتناولوها لأنه برضو بتأثر على جسومة المعدة بترجع عليها رجع سلبي. عندنا كمان سناء بتقول شيف محمد دكتورة روعة منورين، صراحة أبدعت في الكريسبي، عاوزة وجبات الأطفال من عمر 6 شهور لخمسة أعوام ممكن تحفظ في الثلاجة. شكرا كثير لكل الراسلونا عبر الفيسبوك، إن شاء الله دائما تكونوا متواصلين معنا ومنوريننا. طيب هي سألت من وجبات للأطفال اللي عمرهم من 6 شهور لحد 5 سنين. الأطفال الفترة من عمر 6 شهور اتعملت لهم حلقة برضو الأسبوع الفات يا شيف، كان عمل الشيف محمد لوجبات الأطفال، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة كمان حنعمل لكم للأعوام الثانية إن شاء الله. دكتورة أنا بضيف خلاص آخر حاجة هو عشان حضرة الدكاترة، ضفت عصير الطماطم آخر حاجة في الوقت. عصير الليمون كده دي بقى اغرفه. شايفين الزبده بدات تعمل رونق مع الدقيق، صوص خفيف ممكن تتقليه لو انت عاوزه تزيد نسبه الدقيق، تعفيره بتاع الدقيق خفيفه بيبقى الصوص معاكي تقيل. ممكن على فكره نضيف عليه شويه مشروم لو حبيتي، فلفل زي ما انت عاوز، بس احنا النهارده طبعا عاملينه بعصير الليمون والخيار المخلل. ريحته جميله جميله طبعا الحموضه يا دكتوره، احنا بنحب طبعا دايما الحاجات المالحه. ايوه فاحنا بنستغلها دلوقتي في المخلل ومع عصير الليمون. نبتدي ناخد بقى الصوص مع الخيار كده، طب يا شيف اسنان ما انت تخلص ممكن نمشي نشوف القيمه الغذائيه اللي طبقنا اليوم. كده يا دكتوره بنبتدي نزين خلاص طبق البكاتا عشان حضرتك ريحه الليمون مع المخلل. أيوة. جميله، نحط عليها شويه فلفل كده حبينا. طبعا الفلفل اللي هو المعمول الوان هو برده نفس القيمه الغذائيه اللي هو سواء اخضر اصفر احمر نفس القيمه الغذائيه. كده يا دكتوره طبق البكاتا جاهز، حط معاه بقى الليمون عشان نميزه اكتر. شرايح ليمون كده خفيفه برضو بيديها طعم مميز. كمان في ناس بيحبوا الحموضه الزايده. اه طبعا أكثر. ما هي ده الحاجه اللي احنا قلناها النهارده ان هي مع الخيار مع المخلل مع عصير الليمون بيديها طعم الحموضه اللي احنا عاوزينه ده. كده يا شيف محمد حنقول لك تسلم يدك، ووصلنا لختام حلقتنا اليوم وما شاء الله الشيف ابدع. تسلم يا دكتوره الله يخليكي، واخيرا نقول لحضراتكم في امان الله. مع السلامه.